الشروط التي تجب في الأضحية. نعم، ذكر أهل العلم شروطا للأضحية، فذكروا منها أن تكون هذه الأضحية ملكا للمضحي، فلا يجوز للمسروقة ولا يجوز لمن أخذها بالغصب. وأيضا أضاف أهل العلم أن يكون المال الذي اشترى به هذه الأضحية مالا حلالا، ولا يجوز أيضا أن يكون هذا المال أخذه بطريقة محرمة. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني ذكروا أنها تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن. والأمر الثالث بالنسبة للسن، فحددوا سن لما يضحى به، فقالوا بالنسبة للإبل 5 سنين، وللبقر 2 سنين، وللماعز 1 سنة، وللضأن 6 أشهر. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا أمر قال ضحوا بمسنة، فإن لم تستطيعوا فبجدعة. والجدعة هي ما قال جدعة من الضأن، يعني لأن الضأن يجوز أن يضحى به إذا كان أو بلغ 6 أشهر. هذا بالنسبة للشرط الثالث. الشرط الرابع هو متعلق بالعيوب المتعلقة بالأضحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 4 لا يضحى بها: العوراء البين عورها، وأيضا المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. والعجفاء المقصود بها الهزيلة، هذه 4 لا يضحى بها. وأيضا أضاف أيضا بعض أهل العلم مثل مقطوعة الأذن أو المكسورة السن، أو إذا كان فيها شيء من العيوب، فهو إذا كان هذا العيب ظاهرا فلا شك أنه أيضا داخل في ما يتعلق بالعيوب التي مثل ما بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. نعم.